ودمنا في خدمة الحزب والوطن. نعم، ودام الجدمة الوطن، لأن الوطن يتسع للجميع. والآن للنشيد الوطني الجزائري. يكرمه لا لشخصه، إنما لي. تذهبون بقوة، ما وش خش قالونا، لأن نؤمن بأن سياسة الكرسي الشاغر قد ولت، قد أفلست. إذن الذهاب بقوة سنقترع، وعودتمونا على كل حال درس في المواطنة هذه المنطقة، والذهاب بقوة ومن خلالكم إلى كل أبناء الجزائر، الذهاب بقوة سنقترع. إلى شفت في فائدة الجزائر أنك تصوت نعم فلك الحق، أما ليش تعكس ذلك فلك الحق، ولكن فكر تعقل، فكر مستقبل الجزائر، مستقبل أبنائك. احنا كحزب أعطينا وقفنا وقلنا كان إيجابيات.